أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ نشرة إخبارية جديدة تضم العديد من أخبار اليوم، أتمنى أنكم تكونوا في أفضل حال. يا ريت قبل ما أبدأ أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. الخبر الأول عاجل: البدري فرغلي يكشف عن خطواته التصاعدية لتنفيذ حكم العلاوات الخمسة. الخبر من يوم الأربعاء. تفاصيل الخبر عاجل: البدري فرغلي يكشف عن خطواته التصاعدية لتنفيذ حكم العلاوات الخمسة. أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن الاتحاد لم يستلم الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حقيتهم في صرف العلاوات الخمسة 80% من قيمة العلاوات الخمسة، موضحا إلى أن المحكمة أقرت إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذلك باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته. وتعليقا على تصريحات وزيرة التضامن بأن التسوية وفقا لمنطوق ذلك الحكم تؤدي إلى نقص قيمة معاشات من ينطبق بشأنهما الحكم من أصحاب المعاشات، حيث كانت تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحساب العلاوات الخاصة بنسبة 100% باعتبارها أحد عناصر الأجور المتغيرة، والتي يتم على أساسها حساب معاش الأجر المتغير. أكد البدري فرغلي إن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي التفاف على حكم المحكمة، لافتا إلى أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي صدرت مؤخرا نصت بوضوح على إلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، أي بصرف 80% من العلاوات الخمسة الاجتماعية الأخيرة قبل خروج صاحب المعاش من الخدمة، وصرف أثر رجعي يراعي فيه التقادم الخمسي، أي إن الحكم تحدث عن العلاوات الاجتماعية غير المنضمة إلى المعاش، ولم يأتي أي ذكر فيه للأجر المتغير كما يروج المسؤولين بالوزارة. وأشار البدري فرغلي إلى أننا سوف نتخذ كافة الإجراءات التصاعدية لتنفيذ حكم المحكمة وصرف العلاوات الخمسة، لأنه حكم نهائي ولا يمكن تعطيله. ده كان الخبر الأول. الخبر الثاني وهو إجراءات استخراج كارنيه التأمين الصحي للأرامل والمعاشات والمرأة المعيلة. تفاصيل الخبر كالآتي: تتيح الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي الانتفاع بخدمات التأمين الصحي لكل من الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة في مقابل سداد الاشتراكات والحصول على كارنيه التأمين الصحي. تنشر بوابة العاملة المصرية الأوراق المطلوب لاستخراج كارنيه التأمين الصحي من أجل الانتفاع بالخدمات. الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه التأمينات الصحي للمعاشات: استمارة تحصاد 101 الخاصة بالمعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي، وصورتين شخصيتين معتمدين ومختومين بمعرفة جهة ربط المعاش، وملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بختم شعار الدولة بمعرفة جهة ربط المعاش. أما بخصوص الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه التأمين الصحي لعلاج المرأة المعيلة في حال وجود المنتفع في قاعدة البيانات الخاصة بها التأمين الصحي والوارد من الشؤون الاجتماعية، يتم استخراج البطاقة على النحو التالي: ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بختم شعار الدولة بمعرفة الشؤون الاجتماعية وصورتين شخصيتين معتمدين ومختومين أصلي بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى صورة منهم والرقم التأميني وسداد قيمة الاشتراك السنوي اللي هو 1% من قيمة المعاش وقيد عائلي لمن هم دون سن 60. ده كان الخبر الثاني. أما بخصوص الخبر الثالث وهو زيادة المعاشات في 2020. تفاصيل الخبر كالآتي: بشرى المتقاعدين بالحد الأدنى للمعاشات إن هو المفروض يزيد في يناير 2020، لكن دي ليست حقيقة.
الحقيقة إن هيزيد المعاش، هيزيد في شهر يوليو، أي يعني في شهر 7 إن شاء الله، مش هيزيد في شهر يناير 2020. الخبر الآخر وهو التجاريين مطالب بتفعيل الدمغات الخاصة لدعم صندوق المعاشات. تفاصيل الخبر كالآتي: قال عادل ياسين الأمين العام لنقابة التجاريين إن النقابة تقدمت بدراسة لمجلس النواب لإمكانياتها المادية لبحث تفعيل الدمغات الخاصة بها لدعم صندوق المعاشات، خاصة بعد وصول مديونية النقابة لأصحاب المعاشات مستحقات 4 سنين، ولا يوجد أي موارد سوى الاشتراكات الضعيفة. أشار إلى أن دعم النقابة من وزارة المالية لا يتعدى ال 12 مليون جنيه، وفي حين أن عدد الأعضاء 1,250,000 عضو، من بينهم 200,000 عضو مستحق للمعاش. وأشار ياسين إلى أن الدراسة طلبها بعض أعضاء مجلس إدارة النواب بعد اجتماعهم مع عدد من أعضاء المجلس لبحث حل أزمة موارد النقابة، وتم بالفعل التعاقد مع خبير اكتواري لعمل الدراسة وتم تقديمها لمجلس النواب. في كمان خبر، وهو خبر بخصوص قانون الإيجارات القديم من جريدة صدى البلد: مساواة القيمة الإيجارية بسعر جرام الفضة مشروع بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم. تفاصيل الخبر كالآتي: أعلن النائب عاطف مخليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تقدمه بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، نظرا لأن القانون الحالي فيه تضارب ويتعارض مع أحكام الدستور، فضلا عما يتعارض له المالك من ظلم بسببه. كشف النائب عاطف مخلف في تصريحات خاصة لصدى البلد تفاصيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث ينص على زيادة قيمة الإيجار بقيمة سعر جرام معدن الفضة، بحيث أنه لو كان قيمة الإيجار عن إمضاء العقد 5 جنيهات، وكانت ال5 جنيهات قديما تشتري 10 جرامات فضة، فإن القيمة الحالية للإيجار تكون بقيمة سعر 10 جرام فضة، وفقا لما أوضحه النائب. وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن مشروع القانون الذي يعكف حاليا على إعداده سوف يفرق ما بين زيادة القيمة الإيجارية للمدن والقرى والأماكن المرفهة والأماكن الشعبية أيضا، لكنه لم يحدد كم ستتم التفرقة بعد. كما شملت تعديلات قانون الإيجار القديم التي أعلن عن إعدادها النائب عاطف مخلف مع التوريث في الإيجار القديم للأبناء ما دام أنه تخطى سن الرشد، أما الورثة من الأبناء بين عمري 18 سنة إلى 21 سنة فلا يجوز فسخ العقد قبل تخطي عمره 21 سنة. وفي سياق متصل وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، نص تعديل قانون الإيجار القديم على فسخ العقد وإرجاع الشقة لصالح المالك في حال استمرار إغلاقها لأكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يتم تحديد المدة من خلال عدم استهلاكها للكهرباء أو المياه. وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفيما تتضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني. وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخيا لأعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مقرر به 13 مايو 2018، وبالتالي فإن أثار هذا الحكم سيجري تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور. هذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع. تضمنت المادة الأولى
سريان حكم القانون عن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 77 والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 77. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد.